مرحبا بكم عندي ومرحبا بي عندكم، والله يطول عمركم ونتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. الجريمة ديالنا اليوم واحد الجريمة عرضت فيها أنا واحد العيد كبير، عرضته كحل عيد كبير، كحل اللي دوزت في حياتي، العيد الكبير الوحيد اللي دوزت في حياتي كحل، وكرهت من تما تكره الاعياد الكبيره، كاع داك العيد الكبير تنكرهو من داك المره، فيما تيجي العيد الكبير تجي ديك الذكرى الخايبه ديال داك العيد الكبير اللي دوزت. واحد العيد كبير عندنا في السلطه القضائيه، وبحال نقولوا غدا عيد كبير. اليوم اجتمعنا بالرئيس ديالنا وقال لينا ودي شنو هذا بيجي، قال لينا دابا غتشوفوا شكون اللي غيبدا بيرمانونس هذه يومين، غدا وبعد غدا شكون اللي غيبقى فيه الديموما. كما تعرفوا البوليس ما تعرفوا لا عيد ولا كذا، ديما الخدمه ديما، والبيرمانونس راه خدمه، غادي البيرمانونس راه خدمه، وخدمه هي الواعره في الخدمات كثر من العاديه، وراك عارفين البوليس راه ديما حاضرين، راه ماشي بحال شي وظائف اخرى وشي مؤسسات اخرى، واخا فيك البيرمانونس سير للدار كي بغاو كيعيطوا عليك، اذا بغاو كيجيبوك لا تم راك خدام وكاين. قالوا سيدي هذا عيد كبير، شكون اللي غيجلس نهار عيد كبير يخدم بيرمانونس، وغنديروا شكون اللي غادي يدير نهار الثاني. واتفقنا بانه الاولين غيديروا مثلا نهار العيد كبير من 10 حتى 12، والاخرين بما ذبحوا غيجيو الاخرين يقابلوا من 12 حتى ل 6 العشيه، و 6 العشيه غيوليو وحدين غيقابلوا في 6 العشيه حتى 6 الصباح، خص بزاف البوليس غيتقابلوا على ديك اليومين، 4 ديال البوليس بزاف. انا ولد هذه المدينه والخدمه كاينه في هذه المدينه، وبوليس مساكن بغا يعيدوا مع والديهم في مدينه اخرى، هذا بغى يعيد سيدي سليمان، هذا بغى يعيد في الرباط، هذا مولفتي عيد سلا، هذا مولفتي عيد، وقعد ديك انا الشاف راه مي مريضه تنعيد ما تيد بحال حد، الاخرى الشاف انا ما بقاتش ذاك العيد عيدته هنا، وهذا تعرف كل واحد تيطل، وقع لنا نديروا العود ما غنديروا العود، شكون اللي غادي يبقاو بيرمانونس غندير العود، وانا نهز صبعي. قلت له سيدي الرئيس الله يكثر خيرك، دابا انا ولد البلاد، ولد هنا ولد هذا، اعطوني غير شي جوج يكونوا ولاد المدينه هنا، ولاد البلاد اللي غيعيدوا هنا، انا كضابط غادي نتكلف انا، نقص لابيرمانونس، طلع الراديو الطوموبيل، وانا هنا ماشي ندي معايا الطوموبيل قاعد نذبح في الدار، كان شي حاجه يعيطوا عليا، وانا مع الديمو كان شي حاجه يعيطوا عليا، وخلي الاخوان يمشيو يعيدوا. بقاو اخرين تيضربوا علي التصفيقات، ضحيتي هكذا هكذا، يومين ما كاين باس، سيروا تعيدوا. انا صحابني انا هذا العيد كيما العيد الاخرى غادي نبقاو جالسين، لا نحتاجو الشرطه القضائيه تعيطوا علينا، شي جريمه ولا شي قتل، يا ربي شي قتل ولا شي سرقه ولا شي جريمه اللي تتهم الشرطه القضائيه يعيطوا علينا، راه البوليس تعرفوا هذا الشيء هذا تمشيو، حيت كل واحد عنده اختصاصه، لان تتكون فيهم الديموما راه تعرفين بحال الدائره، ولكن الدائره ماشي بوحدهم تيكونوا تما، تيكون مع الناس ديال هذا القسم استعلامات الشرطه القضائيه كلشي تيكون، وما تطر شي جريمه اللي عنده شي اختصاص تيقوم به، بحال تتكون السرقات يمشيو للسلطه القضائيه يراقبوا ويديروا المعاينات ديالهم مع الناس ديال الدائره، وراك عارف كل واحد عنده اختصاص ديالو. على اين مشاو الاخوان سافروا الليله د العيد الكبير، غدا العيد الكبير، راه غدا العيد الكبير، شتا زوينه ديك العشيه ديال العيد الكبير، ديك العشيه اللي غدا العيد الكبير الناس تيتجرى وشي فاخر شي سادين ولا عباد الله، هذاك هو العيد، حيت العيد الكبير راه هي الايام اللي سابقه ديك 3 ايام وربع ايام ديال الحواله وجيب ودير، هذيك هي العيد، اما تيذبح الحوالي صافي راه عاديه. مع 8 ديال العشيه هما يعيطوا علينا، قال لك اودي واحد السيد غير دابا الدكريسه، ودوك الكريسه ضربوه وقتلوه. الله امي الله الله الله، ايوا انتم كمشاهدين والبوليس تعرفوا اللي تيسمعوا ليا كمشاهدين مواطنين عاديين، يجيكم هذا الخبر عاديه، انت بيرمانس تيقول لك راه طاحت واحد الروح، شنو غادي يدير البوليس هنا؟ زعما الروبوت تيمشي تيقول مات الله يرحمه مسكين هزو هزو، ما هي ما لونها؟ المعاينات وتشوف تبحث من تما، خبر وكيل الملك وكتب الوكيل الملك وعيط للرؤساء وعيط لكذا، تما راه الكحله. مشينا عندك ذاك الميت تلقى واحد الدري
هذا واحد الفران عنده شي 24 عام ميت والناس مجموعين عليه، وواحد امه طايحه حداه صفات طايحه حداه فواحد الحاله. شكون هي هذه امه؟ هزوها مسكينه هزوها وليدي. قلنا الناس اودي راه هذا هو الوليد اللي عندها هو اللي عايش معاها. هذا الدري عنده 24 عام تقرا، عفوا حسب المعلومات اللي خدينا تقرا ودخل سوق راسو ودري مزيان وعزيز على امه وعزيز عليها بحال جميع الابناء، وتيدير الرياضه في واحد لاصال. وديك العشيه العيد غادي لاصال غدا العيد، ولكن لاصال قاد محلول حداهم مشى لاصال بالسويك ديالو راجع داس له واحد فران كاين واحد التيره شويه خاويه قاطع تلقاو ليه جوج جوج ضربوه خذوا لي بورطابل بغا يتشد معاهم ضربوه بموس ضربوه الفخدو فخد الفخد ومات. شوف تنقولها الناس ما تعرفوش الضربه الفخد راه قاتله بحال ديال القلب. الفخد الفخد عندنا هو اكبر مشكل اللي كاين عندنا، اكبر طرف ديال الحمل اللي في الانسان كاين الفخد. الفخد هو اللي عندنا غليظ، وحيت الفخد غليظ كاين واحد العرق تيجي من القلب تيدوز كبير ولا تيدوز هو اللي تيعطي الدم للرجل وتيعطي الدم للفخد كبير انه تيطلب شويه ديال الدم بزاف. انا مشيت طبيب وكنا شي عارفين حنايا عارفين هاد العرق اللي تقطع تيهرب على بعضياته. دابا العرق ديالها الا جات فيه الضربه تيكحز تيهرب صافي دير خصنا بغاو يجمعوا تيديروا عمليه الفخد كامل باش يشدوا منهم ويجمعوه تيطلب الوقت. ولكن الا دار ايموراجي داخل وتعطل لواحد ما داوش السبيطار تيموت بحال ديال القلب. الضربات ديال الفخد ضربات الفخد خطيره، ضربات الفخد تقتل واش تنا مواقع اخرى عادات اخرى اللي الفخد قتل ضرب جنويه في الفخد مات الله يحفظ. هذاك الدري ضربوه بقى تما تعرف مجبد في الارض الدم عنده في خدو الناس جالسين الناس ما تعرفوش. حنا باقا عندنا واحد الثقافه ديال بلاتي تجي لامبيلونس وخا تكون شتي في خطر تجي لامبيلونس بعض ما لامبيلونس داك ما تجيش في الوقت وداك التعطال هو تيسبب في الموت ديال الشخص. واحد النهار ردوا بالنا بهذه القضيه هذه ونقول لكم مثلا غير في لافيس افيس ديك العرق اللي تقطع في الراس تسمى افيس اكسيدون فيسو سيريبرال ابي تسمى الرجل تقطع العرق في الراس. الى دوز ثلاثه سوايع وما تعتقش مشى. وباش نعرفوا حنا واحد تقطع ليه العرق في الراس تيكره تقطع ليه العرق في الراس اولا تيديرها ونسالو تيخرج هنا وتيولي يهضر واحد الهضره ما تنفهموهاش تيقول لا ما تبقاش يهضر من تشوف واحد طاح ونسالو هبط لواحد الجهه نسالو خرج وبقى تيقول شي هضره عرفوا عنده عرق في الراس خصو يطير قبل ما تدوز ثلاثه سوايع يهزو يدخل البيت العمليات. حتى نقول بعض الناس يبقاو شادين ومالو مسكين ما مشكل ما قعدوا هادو بعد علامات ديال الخطر. او الفخد الله يستر من تضرب خصو ديك الساعه تفخدو شتي الدم شتي الفخد تيزرق ديك الساعه يجي يهزو شي واحد خطفوه ما بقاش نستناو حنا تسنى ما تسنى يهزو الواحد بسيارته ولا بشي حاجه يديه. هادو كاين بعض دي زاكسيدون اللي فيهم خطر تنشوف الانسان التنفس وقفلي وداك الشيء عتقو باش ما كان ماشي واحد يبقى يقول لك واحد الدم تهبط من ودني واحد تيقول لك بغينا نديه ولكن غيجي غيقول لك وشكون اللي قال لك ديه يا ودي عتخلاك انت غتعتق ولا سكتنا. الواحد اللي عنده سياره وعنده شي حاجه مشى واحد يهبط لي الدم من ودني او وقعت لي افيس او شي حاجه خطيره باش ما كنخطفوا ذاك السيد وديك الساعه يفرج الله على اين. انا ما تنقولش نفس الشيء خالفوا القانون غير باش يعرفوا بعض الظواهر تنهضر عليها بحال هذه الحادثات هذه وهذا الشيء. الدري مات مو حداه في كان دري في الرياضه اشنو هذا؟ حسب لا يمكن نضربوا على البورتابل لا عنده بورتابل في جيبه جات خطو تيسمع البورتابل قلبه في الصاك هذا ما بقاش بورتابل ما بقاش بورتابل صاوب يدوا ليه بورتابل ومات التاكسي قتلوه. جينا درنا المعاينه تما نسينا الدري ديال لامورك كنت تنقول مصيبه دابا هاد الام شوف كي طاحت على ولدها واللي عنده خواتات مسكين عنده شي خوه ولكن اللي قريب ليها اللي تتبغيه كما تقول الناس عقلها هو ذاك الدري هذاك عقلها. وقلت هذا عيد هذا غدا ان شاء الله شوف ناس تيستناو العيد الكبير
غدا ان شاء الله غيذبحوا الحولي يولي قبل العيد الكبير مذبوح عليها ولدها في ليله العيد الكبير. قال لي ما هي اكبر مصيبه رسول الله؟ قال لي ان يموت لك ابنك. من اكبر المصائب هي الواحد يموت له ولده، اكبر المصائب. تهضروا على الدراري اللي مرضيين وتقطعوا والديهم وتبغوا والديهم تبغوا والديهم، تهضروا شي على ذاك اللي با تيقول سي الله يعطيك شي مصيبه ولا تعطيه الله يحفظك. اكبر مصيبه هي الواحد يموت له ولده. وديك السيده شفت هذيك الليله عندها مصيبتين، ولده في العيد الكبير. انا اش عندي؟ عندي جوج اخوان معايا ذاك النهار. مشينا دينا لامورك تامر بدات سير لامورك درت تقرير صيفطوا الوكيل الملك خبر الرئيس خبر كذا خبر كذا رجع للبلاصه تما قلب ديك البلاصه شكون اللي كان شكون اللي كان داز ما داز هذه ما هذه دور ما دور هذا ما هذا. قال لي الكل وحنا تنضربوا تما صنتنا المو مشينا للبلاصه شكون اللي كان معاه في البلاصه واش تابعوا في البلاصه ضربناه حتى تيك جوج الليل عينا. انا اش غادي زعما غادي دير الراجل غادي دير المستوجب الاموات وغتقول وغدي يفرج الله حنا ما كايناش هذه في البوليسه المستطاب تاع الروح من تما تيديماريو من تما تيديماريو عندك صحابه خليه حتى الصباح وفرج الله ولا حتى الصباح ونشوفوا والو رفضي تعيط لك فين وصلتي؟ اش درتي؟ شنو درتو دابا؟ فين وقفتو؟ فين هذا؟ فين هذا؟ ما كاينش حتى الصباح. الصباح ان شاء الله فقنا جينا كان العيد كبير نضنا مع الصباح لانه باش غنمشي لدخول لابيجي باش غدا ان شاء الله غدخول لابيجي وغتبدا في البحث. ها عندك ما دير ما عندك ما دير وانا مشات تعيد. المهم تيقول لي واش نعيط الاخوان؟ تنقول له ودي هاد الساعه اش غتعيط الاخوان؟ ونضربهم حنا وسط عيد كبير رجع 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 تا توقع هادي شحال برا وقعات. في العيد في الاعياد تاش واحد تيقول لهم غنعيد مع الدار تيقول لي رجع. انا مزال خليني نكمل لوحه غنقولها لك. جا عندي هو مسكين مع انه شاف مشى يعيط في الرباط ومرخص ورجع رجع قال لي هذا عيد مبارك مسعود هذاك انت تشوف. انا شو قال لي في ذاك الصباح ديال العيد الكبير؟ غادي نعاودها لكم. ذبحوا في السطح. انا ما كنتش انا ما كنتش جابوا اللي يذبح. انا ما تنذبحش ذبحت واحد النهار جيت بعطال من الخدمه تاع الجوج لقيتهم باقي بحالي الحولي قال لك لا ما جاش ما جاش وانا نذبحوا هذيك الذبحه ذبحت ونفختو سلختو واحد السلك كي درت ليه خربقتو كاع ذاك الحولي وليت تنقول للمراه حنا اش غنديروا البطانه كاع حنا اش غنديروا البطانه ورجعت ذاك ومن وصلت لذاك الكرش عيطت لواحد السيد هذاك اللي وصلت فتح لي الكرش جبد ذاك الشماج من صافي طار من تما ما عاود ذبحت طراش وذاك الصباح ذبحوا وذبحوا في السطح وجات واحد السيده تتعاون تما المراه مره مره مسكينه وسدوا ذاك حاشاكم القادوس اللي مهبط هذا وتفرق على القادوس وسط الدار وخرج الدم وذاك الشيء خرج وسط الدار كان عمر القادوس بالماء وعبط وخرج ليا وسط الدار وقاص شي زريبيات وشي تخربين كان عمرو وعيط لي قالت لي اجي القادوس تهرس ورجعت من الكوميسار تنجري وفي غد قاد الخدام اللي غادي يصوب في العيد الكبير صباح العيد الكبير غير شي ولاد الدرب ساكن هادو خرجوا ديك الزربي طلعوا من السطح وحلوا لك القادوس حيدوه درنا واحد القادوس غير بداك ديال كوتا كوت دوك دوك القواس ديال البلاستيك درناه بس دينا به خرجنا داك الشيء الزنقه واحد حريره في ذاك الصباح حريره في ذاك الصباح ديال العيد استغفر الله العظيم الله ينعل بوعيد ولا بغيت تنسى ليا وبدينا خدامين في ذاك الصباح بدينا خدامين حتى الاربعه د العشيه الاربعه د العشيه وانا خدام تنكتبوا تنجري وترجعوا ديك الحمار شعيو هذا تنسولوا وما يعيطوا لي قاعه المواصلات اللي السي خراس نعم اخويا الله يرحم باك طلع الولاد وجيه راه واحد خينا قتل واحد خينا بولاد وجيه اويلي قال لي ايه كيفاش قتلوا واحد خينا قال لك راه قتلوا بولاد وجيه مشينا تما مشاو البوليس ديال الدائره اللي كانت تما مساكن بيرمانونس مشينا هذه مشينا تما والعيد صاحبي ومع الربعه قال واحد خينا مجبد قاتلوا واحد خينا جاب الله قال لك اللي قتلوا واحد خينا راه كان عنده معاه شي تخربيق وتزيدوا في الصباح هو وياه على شي فلوس ولا ضربوه ولا ساكن في كذا وكذا مشينا تبعنا ديك خينا تما دور ما دور شديناه جبناه هذاك جاب الله قلنا ندي دار السيد هذا اللي قتل هذا المساكنه عطينا المصاري الاخرى لان ما فيهاش بحث هنا شوط القضايا تشدوا القضيه فيها بحث هذاك ما كاينش بحث حتى البوس تتاخذوا الدائره خدموا الدائره تنعيط للمعلم حشمان وانا عام صرا طاحت واحد الروح فين عاوتاني فهذا وصاحبي راه بيرمون تنقول لك ديك النهار صاحبي خلينا نعزلوا الناس يخدموا تقول لي تحمل مسؤوليتي وتحمل مسؤوليتك دابا كذا كذا انا غادي نرجع انا بلا ما ترجع مشى الرباط ورجع عاوتاني طاح الربع الباع ورجع ولا خدام معايا ما عنده ما يدير عيط شي دري قراب اجي فلان اجي فلان عاوني اجي فلان عاون جينا نرسم حنا خدامين النهار الثاني العيد الكبير النهار الاول النهار الثاني في الليله العيد الكبير طاحت الروح
في الصباح ديال الليل الكبير طاح طرف ديك الحي ديال ديال ولادو جي خرج الطريفه شد شد داك اللي قتل. النهار الثاني في الصباح هطينا جاب واحد التقرير قال لك اودي ديال ديال الديمومه واحد الديمومه عندنا واحد الكوميساريه قال لك اودي رجع عندنا واحد خينا البارح الدقريسه حدا الجامع ليله العيد الكبير الدقريسه حدا الجامع صدتو مزيان باش ما تلفوش الليله ديال العيد الكبير الدقريسه واحد خينا حدا داك الجامع معهاش راك ميقات 8 8 ونص هي قالك راه مضروب راه في السبيطار وما قلت شنو هذا الشيء هذا قالك هي راه مضروب في السبيطار حنا باش كنا ملاهيين مع ذاك الميت راه في ديك اللحظه في ذاك قبل وحدين قريسه وواحد في ديك البلاصه فين قريسه الدريني مات قريسه وضربوا البورطاب ضربوه بموس ودخلناه هزات ماشي هزات لامبولونس مشى ديك الضربه ديالو مشى للكوميسير لا بيرمانونس هذيك الكوميسير الساده قالوا لنا سير بعدا للسبيطار مشى للسبيطار شدوه بقى في السبيطار شدوه عائتو حتى نهار ثاني عيد جاوب على الصباح قال لهم راه ودنا كان نضربوك لسا وحدين مشينا عنده قلنا الله المشكله تحلات هادو اللي قتلوا هذا راه هما اللي قال لسا وهذا في نفس المكان مشينا عنده قال لك اخويا تعرف واحد فيهم تعرفوا ايه عطانا سميتو عطانا كنيتو هذا خينا معروف عندنا حنايا بقينا تنقلبوا عليه تنطيروا عليه من هنا لهنا في مشاكده حتى شدينا قال على واحد صاحبه مشينا جبنا صاحبه خدامين في ذاك النهار جبنا صاحبو قلنا الله تهنينا ديناهم السبيطار بجوج هزلناهم واحد الخونت عرضنا لذاك علينا اللي 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 اللي, اللي مضروب قلنا لهم هادو هما هادو داو لي بورطاب ديناهم لابي جي بينهم البورطاب غنجيبو لكم مشاو جابوا البورطاب ها هو البورطاب والسيد ضربته ومات قال لك لا حنا ضربنا غير هذا لا اللي قبل من هذا قال لك حنا ما ضربناش قبل من هذا بقينا عندهم واحد جوج بورطابلات اخرين هادو منين جبتوهم لهادو كريسه راه بقينا قبل فين كريستوه حدا السينما اطلس فوقاش هادي قبال العيد وباقي ما بعناهم جوج بورطابلات هادي ديال واحد البنت مشينا تنقلبوا لقينا ديك البنت بديك الراية الاول ما بديك الرايس باش هنا تنقولوا بعض الناس بعض المواطنين تتوقع لهم شي حاجه تيقول لك اه شداو تانتا داو خليا نضربهم داو غير بورطابل وهذاك بورطابل ما داير تاع 100 درهم غير ربحوا به وخيتي به لا لا ورد لك انت بورطابل اخر بورطابل اخر بورطابل احنا جينا كنا نبقى نقولوا الله يعاونوا الله يهنيها اش قدا بها كذا كذا راه تشجعوا في الجريمه سرقتي وقال لك شي حاجه دكريسيتي سير عند البوليس قيد دكريسيتي واحد موس عقل عليه عقل على وجهه عقل على حوايجه عقل على النفس ديالو عقل عليه باش مشيتي عند البوليس قلت طويل وعنده قميص وتلبس هذه وتلبس هذه راك تكتب واحد الحلقه لقينا واحد لقينا شديناه غير اديداس مكتوبه عليه هنايا وصلنا واحد قطر روح الواحد من الدقريسه ما بقاش يترعد واخا جلس داك بورطاب قاعد يشوف شوفو كيدير شوف وجهو شي خلع عنده شي سيكاتريس هذوك المعلومات تنفعوا البوليس ماشي يلقيو الجاني ماشي انت مشيتي غير اش غداو فيه والله يعاون واش حداو لي 100 درهم حتى يمشي قيد عليها قيد سيدي هذاك المجرم دارك انت غيدي سبعه اخرين ويدي قبل منك 20 اخرين علاش قلت لك كلمه ديكلارات واحد مشي بقينا تنقلبوا مع ديكلارات واحد خينا كاع ما عرفناش هذاك قال لك داو لواحد خينا من جبنا هذوك يدرك البورطابلات جبنا العائله ديال دوك اللي مات قال لك لا هذو ماشي ديال ولدنا بجوج ماشي ديال ولدنا كيفاش ماشي ديال ولدكم فوقاش جلستو هذا اللي مضروب مع الثمانيه فين حدا الجامع كيف حدا الجامع حدا الجامع فين مات الدري قال لك حنا ما عرفنا الدري واش مات ولا لا هما اللي فاش ما شديناهم وقلنا لهم جلستو واحد خينا واعترفوا لينا قلنا اللي مات تا هو دكريسه تما تا هو تقتل تما في الاخر بينهما كريسه وغاداك اللي ضربوهم مشى للسبيطار وناس السبيطار وعندهم بورطابل ديالو عارفين بهذا الشيء هذا حنا بغينا نخرجوا منهم داك الميت تا هو بغينا نخرجوا اش قلنا حنا قلنا هادو مع سبعه ولا اخر مات بغى يعترفوا لنا بهذا اللي غير مضروب باش يميكوا هذاك اللي مات اذن هادو كريسه وهذا اللي مجروح مشى للسبيطار مضروب وبقاو سامرين تما يدوز شي واحد وداز الدري اللي غادي للراسه وقتلوه ولا شوف اش وقع ديك البلاصه من حوسه هادو خياتنا من قريسه وديك خينا ومشاف حالاته وتضرب وهما هربوا داو ليه بورطاب قال خينا تما مضروب تجمعوا ليه الناس من بين الناس اللي تجمعوا ليه واش يشوفوا فيه هاد الدري اللي مات الله يرحمه حتى هو كان واقف تما تيشوف تفرقوا الناس هذاك بقى تيهضر مع واحد الدري والدرب لقينا ذاك الدري قال لك راه كان تيهضر معايا مشيت في حالتي خاطر توقف تما بقات واحد ذاك الدري مول الدرب عيط ليه باه قال لي هاجي مشى هو يلاه بغى يتحرك جاو جوج وقفوا عليه كريساو
جوج جاو ديك الزقله الزقله تفركت ديك الدري باقي تما ما بقى والو حين جاو كلا وشدوا عليه موس تما وكلاو تزيد معاهم هذا ما هذا بغى يدبس معاهم خذوا لي بورطاب بغى يضرب طف ضربوا رجليه خلاو تما وزاد مات حدين اخرين جوج اخرين داروا نفس العمليه في ديك البلاصه بجوج وخلوا دونا وتخربقنا حنايا تخربقنا خصنا نقلبوا عليها جوج اخرين جوج اخرين اللي جريسوا نفس البلاصه وانا ديك المره بغيت نشرح النائب الوكيل العام بغيت نشرح لي هاد لافير هادي تنقول لي العماس وحدين جريسوا واحد وذوك الواحد مشى للسبيطار وهذاك اللي السبيطار هذا وفي نفس الوقت بعد 8 جريسوا واحد اخر وشهدوا تنقول لا وحدين اخرين كيفاش وحدين اخرين وحدين اخرين جريسوا اللي مات وقلت لي في ديك البلاصه وهي في ديك البلاصه وبغيت نشرح لي قال لي اش غدير اجي عندي الله يرحم والديك مشيت عنده للدار قدام الباب ديالو خرج عندي قال لي عاود لي حيت هو لي بيرمونس عاود لي ثاني عاود كان صاب شي ما تدوخش لان القضيه تدوخ جوج جريسوا واحد فواحد البلاصه مشى للسبيطار من بعد منه في نفس الوقت في الساعه في نفس البلاصه واحد جريسوا واحد اخر قتلوه تما حنا بغينا نحسبوا الاولين على الثاني ما تحسبش مهم اتلفناها وهذاك راه قال لي شكون اللي جريساه قال لك اودي راه جريساه واحد خي واحد جوج وعرف واحد فيهم ولكن الميت ما قال لنا والو الميت مش غيقول لك الميت قلت انا راه كذا كذا الميت ميت هذاك السيد بقى يتفرج ديك الفضيحه الاولى الدراري مشاو الناس خوا هو مسكين بقى تما يعني مراته يستنى شي دري ولا وقف تما ولا يلاه بغى يتحرك خرين كلاوه كلاوه دو حدا الفرار وقفوه حيت بعد ما تلقى واحد مجريسي واحد شاد دينو كابوس ودوز محداهم انت صحاب شي دري كيضحكوا هما مجريسينو داروا بورطاب بغى يزيد معاهم ما يضربوه قتلوه ضربوه في خدو كنت بغى شي واحد مرجون يمكن علم الله ولكن انا جايكم الموضوع قتلوه وحنا فتيش وبدينا غاديين ديك الحومه جايين شكون الاخر تيكريسي ما تيقيدناش شدوه شكون صافو تيكريسي ولا فلان تيكريسي شكون تيكريسي واحد سميتو فلان تا هو تيقول ما التوقيفه فلان راه تيوقف تا هو بنادم ديك الهضره ديال السوق راه فلان تيوقف بنادم راه فلان تا هو تيوقف اللي سمعناه تنجيبوه تتكريسي انت فين كريسيتي تلقى ماخر فين تكريسي لا فين تكريسي معايا فين تقول له عندنا شي اربعه تما ديال الزاكريسور وحنا ليل ونهار وحنا تنطيرو وفينا هو العيد كبير فينا هو بولفاف فينا هو داك التخرميز حنا واحد المجموعه ولينا حاصين كاملين في القضيه هذيك جري ما تجري تنزربوا باش نلقاو اللي قتل الدري لان ديك الدري ماشي غتبقى في مبقى في الحومه غير تندوزو من تما الحومه جيبوا له حقه وهكذا ديروا لنا عيد كحل عيد كحل علينا وعلى الدري مات وعلى والدي وعلى الدرب ديال الحي ديالو مساكن تيبغي وعرفوا مزيان والدري ديال لاصال جمعوا تما جاو مجموعين تما تيجيو تيتجراو عندنا نعاونوكم غير ورونا الشاف وريونا ما وريونا هذا تهضروا في ديك الحومه وتنقلب وتنسقط ويجيني واحد الخبر الله سبحانه وتعالى جاتني واحد الخبر قال لك اودي ديك خت اللي مات جا عندها واحد وقال لي راه دوك اللي كريسا وخوك انا عرفتهم جوج شفت عندهم المحشومه عليكم عرفوا فين هو البورطابل قال لي واه عطينا البورطابل قال لي قال لي هاك البورطابل ديال دارهم كيفاش انت مشيت عند خوك عطاك شي واحد البورطابل ديال خوك قال لك ايه شكون هذاك البورطابل ديال خوك؟ اللي تكريسا عطى لي واحد خينا شكون هذا خينا؟ قال لك فلان مشيت قلبوا لي لقيناه جبناه اجي خويا شكون هذاك البورطابل هذا؟ فين جاك هذا البورطابل؟ قال لك انا عرفت دوك اللي كريسا الشريف اللي كريسا الدري اللي توفى عرفتهم شي تنقل عليهم انا كنت محشوم عليكم اصحابي البورطابل ديال مولاه والسيد راه يموت وكذا ولا مات ولا هذا وما عرفناش وقع عليه مسكين كذا عطيوه البورطابل عطاني وديته العائد وغتورينا هاد الجوج شكون هما اللي تعرف انا ما تعرفهمش مزيان تنشوفهم مره مره وكذا وكذا والله ما تفارقوا معاك بالله تقسم وزم حنا نديو لابيجي انا اللي واخا تموت والله تجب لينا يعطوك بورطابل شنو واقع هذاك اللي جاب بورطابل هذاك هو واحد صاحبه مع واحد خينا هو الثالث هما تيكريسيو وكانوا شافوا داك خينا فاش تضرب ومشى كانوا تما وبقاو واقفين تما واحد خينا فيهم واحد القرعه ديال الشراب خدامين تيكبوا واقفين هو يبان لهم داك الدري تيهضر بورطابل هو يقول لي بواحد فيهم انا نجيب لكم داك البورطابل حيت هما قلت تيكريسيو تا هما نجيب لكم داك البورطابل وعارفين شكون اللي جلس هذاك خينا اللي كان تما عرفوا شكون ولاد جروب واحد دور الصفيح تما واحد مساخيط تما عارفين ومشاو جلسوا داك خينا هاد خينا اش دار؟ لما سمع السيد مات بقى عنده البورطابل بغى يسلك راسو اش قال؟ اللهم دير البورطابل لعائلته ونبرد راسي نقول لهم انا جبت من عند واحد خينا طاحت عليه فكره زوينه لينا ولكن هو تيبقى غبي
غبي ديك افكار طاعوا عليه ديال الغباء. غندير البورطابل نعطيه لعائلته ونبقى انا كعز اللور. شكون اللي حصل هاد خينه وتشد في داك العيد وسبوه في داك العيد؟ شكون شكون اللي جعل هاد السيد ديال البورطابل ويدي الخط الميت ويقول له هذه راه ديال خوك انا واحد خياتنا عرفتهم ولا كريسه ومشي خديته من عندهم وكذا كذا. الله الله اللي دخلت تما حسيت انا بقدره الله ماشي بالبحث ديالي ومشيت انا وطلعت البورطابل. الله الله هو اللي قال لي ارجع عندك حومه مره وجوج وثلاثه. والله هو اللي دفع داك خينا يجهز البورطابل ويديه. ربما ربي سبحانه وتعالى بقى فيه داك الشاب داك الدري صغير وبقى فيه ودفع داك خينا قال لي سير دي ودان البنت اختو قال لها بورطابل وجاو عطاف لينا وجبت صحاب دوك الجوج وجبناهم جوج هاجموا الدري. اه شافوا بورطابل هاجموا كانوا تيسكروا وديك الشوقه كانت عندي تضرب الاول مشى مشى لوبيتال حيد من تما وما زعور وحد قلت تما خاوتي يسكروا وشافوا داك الدري وقف مع هذاك داك الدري اللي مات الله يرحمه وقف مع صاحبه وصاحبه مشى وبقى يهضر بورطابل عنده بورطابل كبير تيهضر به شاف بورطابل شاف بورطابل طبعوا قال لي واحد نجيكم بورطابل مشاو مشاو جوج واحد بقى تيشرب والاخر مشاو كلاو الدري بدو عليه موس على بورطابل بورطابل بقى تيقلبوا له الساك الدري دار شي حركه او بغينا في راسه طف ضربوه موس من طاح الزوز هذا في حالته قالوا غيفلتوا تنظن كانوا غيفلتوا الله اعلم كانوا غيفلتوا كل ما دارت ديك الحركه كانت مصيبه كنا غنطيحوا في مصيبه وتشد هذوك الجوج اللي ضربوا الراجل اللي مشى للسبيطار وتشدوا دوك الثلاثه اللي هجموا على دخينه وتشدوا جوج روسيرشي من دوك اللي قالوا لنا قال لنا الاولين دوك الجوج قال لك راه فلان وفلان تيكريسيو تشدوا توما بجوج واحد الوقت شنو نقول لكم قعدنا في لابيجي كلهم كلشي تيقول انا قتلت الاخر تيقول انا قتلت انا قتلت انا قتلت انا الصراحه نقول عليكم زكرنا يماهم واحد الزيره ما نقولش لكم كلهم كلهم ما بقيناش تنرحموا ما كانش الرحمه تهضر ما تهضرش جوج كلمات وراك تعرف ديك الايام كيفاش كانت كيفاش كانت الصرامه كيفاش كان الحكام وكيفاش كان اللي تيبغي يضحك على البوش تيدخل ضربوه وزيرناهم حتى ولا كلشي تيقول لك وانا راه كنت معاهم حتى انا قتلت واخا ما بقاش يقول لك انا قتلت اه صاف شفت انا قتلت انا قتلت وهزلنا دوك الثلاثه اللي قتلوا هذا وهزلنا دوك الجوج اللي ضربوا هذا وهزلنا دوك اللي كانوا روسيرشي جنايات جنايات ضربنا فيها شي حتى نهار الثالث العيد خدمنا نهار الاول عيد ونهار الثاني عيد ونهار الثالث العيد عاد شدينا هاد الحين عاد بينا تنكتبوا المساطير ديك التخربيقات وهذا طلبنا التندير وطلبنا كذا عيد عيد كحل وليت انا تنخطف شي خطفه تندخل للدار مراتها تقول لي كل دوق شويه من هذيك دوق شويه من هذيك انا جاي انا جاي انا خليت شويه من هذيك خليت شويه من فوالا كنا تندوي معنا كاسكروت غادي بين الكوميساريه جايين بين الكوميساريه مشيت عيد فين وصلتو فين وصلتو دخلوا الدراري مساكن من داك الكونجي لقاونا في واحد الحاله كلشي بقى تيعتذر شوف البساله وشوف القباحه ديال الشباب اللي ما مربيش الدراري اللي ما مربيش شوف هاد لي زاكريسور هاد لي زاكريسور هاز معاه موس الدنيا هاني عنده موس خدا البورتابل وضرب السيد اخرى خدا البورتابل وضربوا السيد ماشي مثلا يهدو تيعطي يقول السيد بحالك لا تيضربوه وهادو تيجريسيو سميتهم التوقيفه تيوقفوا ونقول لك الفرق ما بين لاغريسيون القديم اللي كنا نعرفوا ولاغريسيون الجديده اللي ولاو تيديروا في لاغريسيون كان تيجلسوا بكري تيجبد عليه الموس تيحط تيحط يقول له سير بحالك دابا لا ولاو البراس تياخذ تيضرب الاخر مسكين باش يتلاها بالصحه ديالو ولا شي حاجه توكل لاهيه وانا لاهيه دار لي ها تياخذ وتيضربو باش تاخذ القم مع يدو ولا مع ملاهي مع كذا شوف شوف فين وصل هاد 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 الشيء بهاد بهاد الشباب الطائش هاد الشباب العوج اللي تيكريسيو وانا تنقولها وتنعاود نقولها وتنقولها بالنسبه للقضاء الاغريسيون خصها تكون جنايه كما بغات تكون تكون فيها جرح ولا فيها جرح الاغريسيون تكون جنايه جبد واحد واحد على موس خصها تكون جنايه الحمد لله اليوم في القضاء في المحاكم ولا اللي دا بورطابل سرق بورطابل اربع سنين خمس سنين ما بقاش ديك سرق بورطابل عطاو شهر عطاو شهرين لا الحمد لله تدي بورطابل اربع سنين بورطابل تيدير 100 درهم تيسرق ويتشد تيمشي اربع سنين على بورطابل باش دابا لي بورطابل بقاش يزعموا عليهم تديهم وتنقول للناس هاد لي بورطابل اليوم اللي كانت فيهم لاغريسيون بزاف وباقي تي في اغريسيون شعدين عارض بالبورطابل لانه واحد فلوس باينه هز واحد في يدو ولا بنت هزها في يدو داكشي الواحد اللي بغى يشري واحد بورطابل ما يشتريش من عند شي واحد غير هكا يشري من عند شي واحد حط طابله حط فيها البورطابلات شري بورطابل
طريقه قانونيه عند حانوت قانوني كيعطيك وريقات وعطيك هذا وهذا. حيت داك لاغريسور تيبيع البورطابل داك تيبيع البورطابل انا نيتو شراه من عنده من تيزيرو تقول بعتو لفلان تيمشيو يجيبوه. شراء مسروق، شراء مسروق معاقب عليه. اما يقول شنو لا انا جا لقيتو في الجوطيه قال لي واش البورطابل تي واخا خويا وقال لي راه عندي الكارني واخا عندنا ما نديرو بها. شراء مسروق، شراء مسروق صافي شريت المسروق عاود راسك وشريت الحانوت محطوط قانوني بهذا بهذا كاينش اللعب. كما قلنا اللي بغى يشري بورطابل شي يشري ماشي حانوت وياخذ عليه واحد روسي بانه شرا من الحانوت باش ما يدخلش في المسروق. هما اللي الحوانت اللي بغى يشري البورطابلات وباش يبيعهم يشريهم من دي ماكازا ويبيعهم ورد باله الا شي واحد بغى يبيع البورطابل ولا بغى يبدل يكون عنده من الحانوت يكون عنده ريجيستر بحال هذا بحال هذا ريجيستر بستيلو بعث لك بورطابل راه خو شوف الرقم ديالو دا وقدا سميتك اخويا سميتك كذا كذا كذا. اما شي واحد بغى جات عنده شي واحد بغى يبيع عليه بورطابل يخصو يدير بحساب الى جاو البوليس قالوا له هذا بيع عليك يا سيدي ها هي لاكارت ديالو ها هي ها هو فوتوكوبي د لاكارت ها هي سميتو سيدي اللي عطاني هذيك الساعه قدام المحكمه تبرر نفسك ما تقولش لي انا واش غادير انا تنبيع ونشري شحال عندك تحضي الهضره زيدها في راسك شحال عندك تحضي تحضي تشري الروسي تشري المسروق ما كاينش ما يرحموكش تشري المسروق بحال هذه دابا هذاك بورطابل كون طاح واللي شراه طاح حتى هو غادي يمشي للجنايات معاه بقيت هو نبقى يتحقيق تيولي وجوهنا. وثاني حاجه اخرى نقولها الواحد موالي البورطابلات يردوا بالهم تتجي بنت تتبيع بورطابل دابا راه صفر صفر هو تجي السلام عليكم بخير خويا بغيت نبدل هذا البورطابل تشري من عندي بغيت ناخذ شي واحد سامسونج كبير كذا طاطا اري لنا تشري من عندها ورا الصفار طالع شكون اللي بعتك هذا البورطابل بنت سميتها والله الشهر ما عرفت في ساكن واه ما عرفت وهذا البورطابل طاح فيه روح ولا بغيت تبيع البورطابل نعطيك فلوس لا 50 فرانك 60 فرانك 100 فرانك نعطيك فلوس صوري لي لاكارت الله يرضي عليك جيبيها لي صوري لاكارت حضنا قلت له واحد قلت له بورطابل قلت لك وانا ما بغيتش انا غير نشري من عند الاخر واللي حصل فيكم شرا وطاح في قضيه بحال هذه غادي يمشي للحبس. انا واحد المره مشيت عند واحد بورطابل تيبيع بورطابلات في واحد الجنايه بانه هو اللي شرا البورطابل ما مشيت خذيت غير بورطابل واحد تنقول لي هذا فين وراقيه ما عنديش دخلوا هذا فين وراقيه دوزوا لهذ الجهه هذا فين وراقيه دوزوا لهذ الجهه قدمته بواحد مجموعه ديال البورطابلات مشاو للمحكمه ما عنده لا اوراق ديالو ما عنده حتى شي حاجه من شراهم ما عنده والو لا فاكتوره لا والو انا بعد بالنسبه لي كلشي مصروف كلشي مصروف حتى دبر راسنا المحكمه لا شديتيهم بالله عاد انتم شتوا على بورطابل واحد طيح روح وتنقول عاوتاني هاد الشباب العوج هادو اللي تيكريسيو بحال هكا شحال عندك تكريسي لان راه كريسيهم بليا كريسيتي اليوم واحد ديتي بورطابل بعتيه 200 درهم مشيتي تجي تشرب شربتي تنوض عاوتاني تكريسي واحد شي بورطابل شي قدك طيح طيح وما تطيح في هذه طيح في هذه والله نجينا من هذا النوع ديال البشر ونجيكم ونجي وليداتكم ونجي وليداتنا والسلام عليكم ورحمه الله.